Bonjour tout le monde, marhaban bi talamid sana al khamsa fi qanati. Nتمنى ان شاء الله يعجبوكم الدروس وننتظر منكم جام والاشتراك طبعا بتفعيل الجرس. اليوم نشوفوا اول درس اللي راهو في الصفحه 12 و13 باذن الله، العنوان Pauvre petite gazelle. Alors الغزاله الصغيره المسكينه. الحين نشوفوا واش صرا لهذه الغزاله المسكينه. الوغ عندنا هنايا صفحه 12 عندنا ليماج وعندنا دي كاستيون سور ليماج. بيان سور التلميذ ما يقدرش يجاوب على الاسئله الا اذا استمع الى القصه. اصلا العنوان عندنا جوبسيرف اي جيكوت، الاحظ واسمع. بون النص اللي عنده علاقه بهذه الصوره ولا بهذه الصفحتين راهو في آخر الكتاب في الصفحة 102. ألوغ عندنا قبل ما نبدأ في الإجابة على الأسئلة رايح نقرأ لكم النص بهدوء مع الشرح طبعا حتى نفهموا القصة. ألوغ pauvre petite gazelle، يا للغزالة الصغيرة المسكينة. يوسف: Oh, le parc est très grand. Vraiment très grand. Youssef قال: Oh, إن الحديقة كبيرة جدا. حقا إنها كبيرة. Nariman: Eh, venez voir par ici. Il y a quatre gazelles derrière les barreaux. قتلهم: هيا تعالوا من هنا، يوجد أربعة غزالات وراء القضبان. ياسين: آه، ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes fines. ياسين قال لهم: آه، إنها غزلان جميلة ورائعة، ولها قرون جميلة وأطراف رقيقة. Sofiane: Ce sont des animaux sauvages. Innaha hayawanat mutawahisha. Yassine: Oh, regardez la petite à gauche. Elle est couchée. Elle ne bouge pas. Qalhom: Oh, shufu. Hadik sghira li ala al yasar. Innaha mulqat ala al ard wa la tataharrak. Amira: Oh là là. Elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. قتلهم: يا لها إنها مجروحة في طرفها. إنها حيوان كما نقولوا حساس. ياسين: Pauvre petite gazelle. Nariman: Monsieur qui est à côté de la petite gazelle. قتلو أستاذ: من يا سيدي من ذلك الموجود امام الغزاله؟ مسيو كي ا كوتي دو لا بيتيت غازيل؟ لو ماتر: سي لا فيتيرينير، ال سواني لا غازيل. قالها المعلم: انها الطبيبه البيطريه وتعالج الغزاله. ياسين: ا دونك سي لو ميدسان دي انيمو. ياسين قال له: اذا البيطري لا فيتيرينير ولا لو فيتيرينير كيف كيف المذكر المؤنث سي لو ميديسان دي انيمو هو طبيب الحيوانات. ماسينيسا: لا فيتيرينير سابيل مدام امغاني سي نوتر فوازين. ماسينيسا تعرف عليها قال لهم هذيك البيطريه اسمها مدام عمراني وهي جارتنا، notre voisine جارتنا. يوسف: Ouf, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. قال لهم ياسين: Ouf, حنا رانا عيينا وما نقدروش نكملوا هذه الزيارة. Le maître: Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. قال لهم: هيا يا أطفال، سنرتاحوا قليلا قبل الإفطار. الآن بعد ما استمعنا إلى القصة راح نشوفوا الأسئلة الأولى على الاستماع الأول.
عندنا première question. Regarde le dessin. Dis où sont les élèves. انظر إلى الرسمة وقل أين هم التلاميذ. بون حنا قلنا التلاميذ راحوا لحديقة الحيوانات. عندنا الصورة تمثل حديقة الحيوانات. هنا نبدأ الإجابة من السؤال. Où sont les élèves؟ Où هذه تخص المكان. عندما نجد سؤال يبدأ ب où الجواب لازم يتكون من اسم مكان. Alors نقولوا les élèves sont au parc zoologique ou là ils sont au zoo كما شفناها في النص. J'écoute et je réponds. استمع واجيب. Écoute le dialogue puis réponds aux questions. Que font les élèves? ماذا يفعل التلاميذ? Que font les élèves? Bon, قولوا les élèves regardent les animaux. ولا نقولوا ماشي شرط الاجابه هذه. نقدروا نقولوا les élèves se promènent au zoo. التلاميذ يتنزهون في حديقة الحيوانات. هنا عندنا حرية التعبير ولا les élèves regardent les animaux. يتفرجوا في الحيوانات. سؤال ثاني. Comment s'appellent les animaux derrière les barreaux? شفناها في النص. قلنا les animaux qui sont derrière les barreaux s'appellent des gazelles. الغزلان. نعاودوا نرجعوا للنص نحوسوا على الإجابة. صفحة 102 102 قلنا ها هي il y a 4 gazelles derrière les barreaux. والسؤال يقول comment s'appellent les animaux derrière les barreaux. Donc الإجابة ها هي les animaux derrière les barreaux s'appellent les gazelles. الحيوانات الموجودة وراء القضبان تسمى الغزلان. كومون سونتيل. هنا راح نبحثوا على الوصف تاعها. كيف هي هذه الحيوانات او هذه الغزلان كيف هي؟ ال سون بيل. هنا عندنا صفه الجمال. ال سون بيل. ونكملوا ال زون دو جولي كورن اي دي بات فين. انها جميله وعندها قرون جميلة وأطراف رقيقة. نروح لـ deuxième question. Réécoute le dialogue avec tes camarades puis dis la bonne réponse. أعد الاستماع إلى القصة وأجب للأسئلة التالية. السؤال الأول. Pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas? لماذا الغزالة لا تتحرك؟ كما شفنا في النص هو عطالك الاختيارات. هنا تبحث عن النص تبحث عن تختار الجواب الصحيح. لماذا الغزالة لا تتحرك؟ هنا السؤال لازمنا التلاميذ تعلموهم كيفاش يجاوبوا على الأسئلة. عندنا ليمو انتيروغاتيف الكلمات الخاصة بالأسئلة لازم تعرفوا عليهم. دائما تكون في بداية الجملة. رايحة نتخلص من هذا السؤال في الإجابة أثناء الإجابة أتخلص من ليمو انتيروغاتيف نمسح بوركوا. اثنين عندما يكون السؤال بوركوا لازم تحصل على بارسكو. هاي عندكم هنا في الجواب الأول بارسكو. هنا عندنا نو بوش تيل با. هنا عندنا لا غازيل وعندنا ال. إذن رايحة نحذف واحدة من هادو يا إما لا غازيل يا إما ال. ما نحطش زوج فاعل وراء بعضهم. إذن هنا درس واحد آخر في المرة المقبلة إن شاء الله ندير لكم شرح كافي عن كيفية الإجابة على الأسئلة لأن فهم السؤال هو نصف العلامة. ألوغ عندنا هنا الاختيار راح نختاروا الجواب الصحيح. عندنا A parce qu'elle est petite لأنها صغيرة. الغزالة لا تستطيع التحرك أولا لأنها صغيرة ولا ثانيا لأنها مجروحة في طرفها ولا في قدمها. إذن احنا وشفنا في الكتاب في القصة في الموضوع اللي سمعناه قلنا باللي أليتي بليسي على بات. هاي هنا في الصورة أيضا راهي مجروحة. دونك الجواب الصحيح هو B هاني باللون البرتقالي وضحت لكم. دونك
La petite gazelle ne bouge pas parce qu'elle est blessée à la patte. Deuxième question. Qui soigne la gazelle? من يعالج الغزالة? C'est la vétérinaire qui soigne la gazelle ou là, c'est Massinissa qui soigne la gazelle. شفنا في النص بلي الطبيب البيطري ولا البيطرية مدام عمران. Donc l'إجابة الصحيحة c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. Troisième, qu'est-ce qu'une vétérinaire? Mais maintenant, كلمة vétérinaire. Alors, معنى كلمة vétérinaire, هل هي c'est le médecin des enfants ou là c'est le médecin des animaux? شرحنا في النص, شرحنا ياسين, قلنا بلي. Donc, à la vétérinaire, c'est le médecin qui soigne les animaux. هو الطبيب الذي يعالج الحيوانات. هذه الإجابة الصحيحة. نروحوا للثالث. Réécoute encore le dialogue pour répondre. استمع مرة أخرى إلى النص لتجيب على الأسئلة التالية. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? Alors هنا عندنا pourquoi كما قلت لكم السؤال بي pourquoi الجواب لازم يحتوي على parce que ونبحث عليها في النص. عندنا في النص قلنا les enfants ne peuvent pas continuer la visite parce qu'ils sont fatigués. قلنا إنهم عيانين في آخر النص قال ouf, nous sommes fatigués. هنا les enfants ne peuvent pas continuer la visite parce qu'ils sont fatigués. Deuxième question, que vont-ils faire avant le déjeuner? ماذا سيفعلون قبل الوجبة ولا الإفطار. Donc avant le déjeuner, ils vont se reposer. رايحين يرتاحوا. Bon, le درس طويل جدا ما نقدرش نكمل اكثر من 12 دقيقه ساواصل في فيديو اخر.